السلام عليكم. هذا الفيديو اللي جاي تشاهدون امامكم انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي انه اليوم بايران اكو تحركات عسكرية نحو حدود اقليم كردستان العراق، وبحسب وكالة تسنيم الايرانية الحرس الثوري انه فعلا بدأ يرسل معدات مدرعة وتعزيزات عسكرية الى شمال غرب ايران بمحاذاة اقليم كردستان العراق مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة، على اساس هم معطين مهلة من قبل ايران لنزع سلاح الجماعات الايرانية المعارضة المسلحة في العراق. وشنو القصة يا اخوان؟ الله يحفظ العراق واقليم كردستان من كيد الاشرار. ما طول عليكم ولكم التعليق انه هل فعلا ايران ناوية تجتاح العراق؟ يعني معقولة؟ ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى يصلك كل جديد، واشوفكم بفيديو جديد، وخلي نتابع هذه التحركات من داخل ايران متجهين نحو محاذاة حدود اقليم كردستان.